بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ورئيس المفوضية الأوروبية مانويل بارسو، تم افتتاح كلية فلسطين للعلوم الشرطية في مدينة أريحة وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وبحضور عدد من الوزراء ورئيس الشرطة الفلسطينية ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة في قطاع الأمن وسيادة القانون. الاتحاد الأوروبي وأكثر مانح للشرطة الوطنية الفلسطينية، وتقدم لنا بدعم زاد عن 5 مليارات يورو منذ نشأة الشرطة الوطنية الفلسطينية. أود في هذا المقام خاصة أن أتوقف عند الجهد الكبير الذي بذله الاتحاد الأوروبي في دعم مسيرة مؤسسة الأمنية في نهضتها وارتقائها وارتقاء أدائها، وخاصة في قطاع الشرطة. أنا سعيد لوجودي مع رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض في كلية فلسطين للعلوم الشرطية، ولوجود تعاون مشترك بيننا وبين الشرطة الفلسطينية للحفاظ على الأمن والسلام. ويهدف دعم الاتحاد الأوروبي لافتتاح كلية فلسطين للعلوم الشرطية إلى الارتقاء بمستوى الشرطة المدنية الفلسطينية لدعم سيادة القانون والديمقراطية. الدعم منصب بشكل أساسي على التدريب. نحن أيضا نقوم بتنسيق ما بين الدول المانحة، تنسيق لنرى ماذا تحتاج الشرطة المدنية الفلسطينية وتقديم معدات لهم مثل سيارات وأشياء أخرى ضرورية في عمل الشرطة المدنية. يذكر أنه تم توقيع اتفاقية بين رئيس الوزراء ورئيس المفوضية الأوروبية بقيمة 20 مليون يورو. تأتي هذه الاتفاقية لتبني العمل الذي أنجز من قبل الشرطة المدنية الفلسطينية ومؤسسات العدالة الأخرى وبدعم من الاتحاد الأوروبي. من أجل تعزيز العلاقات الأوروبية الفلسطينية، دعم الاتحاد الأوروبي افتتاح كلية فلسطين للعلوم الشرطية في مدينة أريحة، من شأن ذلك أن يوثق العلاقات ما بين الطرفين. من مدينة أريحة، فرح زحلقة، تلفزيون وطن.